أهلا بحضراتكم، نتمنى دوما لكم السلامة. أهلا بكم في إطلالة جديدة على شاشة النيل. هذا برنامجنا من القاهرة في إطلالتنا اليومية. اليوم هو 24 من شعبان، كل عام وأنتم بخير، من عام 1441. اليوم أيضا هو 17 من الشهر الرابع من عام 2020. أهلا بكم، بدايتنا كما اعتدنا مع هذه الجولة الإخبارية. بدايتنا مع بيان وزارة الصحة المصرية التي أعلنت اليوم عن تسجيل 171 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر زيادة يومية للإصابات وقعت في جمهورية مصر العربية، حيث سجلت 9 حالات للوفيات. وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان له إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في جمهورية مصر العربية بهذا الفيروس حتى اليوم الجمعة هو 2844 حالة، 2844 حالة، من ضمنهم 646 حالة. يبقى الحالات هما 2844 حالة، من ضمن الحالات 646 حالة الحمد لله تم شفائها وخرجت من مستشفيات العزل الطبي، وفي 205 حالة وفاة في إجمالي حالات الوفاة في جمهورية مصر العربية. رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي قال الأمس الخميس إنه تقرر إيقاف جميع وسائل النقل العام والنقل النهري يوم الاثنين للحد من تجمعات المواطنين والحيلولة دون تفشي فيروس كورونا. طبعا كما تعلمون إن احنا بنحتفي ببدء فصل الربيع والعادة المصرية، احتفالات شم النسيم والتجمعات المرتبطة بالأكل واحتفالات الإخوة المسيحيين بعيد القيامة، كل عام وهم جميعا بخير. تلقى رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الهندي، وأشار في هذا البيان السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن الاتصال تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة، خاصة الصحة، البحث العلمي، التكنولوجيا، بجانب جهود مكافحة منع انتشار فيروس كورونا. شدد رئيس الجمهورية على حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي مع الهند، في حين أشاد رئيس وزرائها والحديث عن الهند بعلاقات التعاون بين بلاده وبين مصر. بعث دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة لقداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقوصية وجميع المواطنين الأقباط التي يأتي بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، كل عام وهم جميعا بخير. كما تقدم رئيس مجلس النواب بتهنئة مماثلة للبابا تودروس، كذلك هنأ فيها وزير الداخلية بابا الإسكندرية بعيد القيامة. في غضون ذلك واتصالا بهذا الأمر ترأس البابا تودروس صلوات الجمعة العظيمة في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون وبدون حضور شعبي في هذه الصلاة، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الكنيسة المصرية لمواجهة تفشي هذا الفيروس. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بعض الشائعات التي ترتبط دائما بظهور الكوارث، الحديث هنا عن فيروس كورونا، التي أكدت في هذا النفي أنه لا تخفيف للإجراءات والتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية بادعاء أنها انتهاء ذروة الأزمة وأن الدولة حريصة على عدم التخلي عن الإجراءات، وهذا هو بيان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. ونفى مجلس الوزراء في حديثه أيضا ما تردد من أنباء بشأن استيراد وزارة الصحة لشحنة من المستلزمات الطبية الغير مطابقة للمواصفات. احنا هنا عندنا مجموعة من البيانات اللي تم ينافيها. أول حاجة هو أن الدولة حريصة على عدم التخلي على الإجراءات الوقائية، وأنه مجلس الوزراء نفى ما تردد أنه مفيش صحة للأنباء اللي بتتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي أنه في شحنة من المستلزمات الطبية ببساطة فاسدة، ده ما حصلش ولم تستورد وزارة الصحة أي شحنات تطبق عليها هذه الأقوال. ده مجمل البيانات أو الشائعات اللي تم نفيها واللي ارتبطت أو بتستمر من وقت لآخر في أحداث أزمة كورونا، ربنا عافينا جميعا إن شاء الله. نستمر معكم في هذه الجولة التي أعلنت فيها القوات المسلحة أنه تماشيا مع تكثيف أعمال التطهير التي تقوم بها القوات المسلحة بكافة محافظات الجمهورية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، أصدرت الأوامر للإدارات التخصصية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي في مناطق متفرقة بمحافظات القاهرة، دمياط، الإسماعيلية ومحافظة بورسعيد. القوات المسلحة المصرية، الحصن والسند.
تماشيا مع تكثيف أعمال التطهير التي تقوم بها القوات المسلحة بكافة محافظات الجمهورية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، واستكمالا لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية، صدرت الأوامر للإدارات التخصصية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي لكل من موقف زهراء مدينة نصر بالحي العاشر وموقف عزبة الهجانة وكوبري الجيش وعدد من الشوارع المحيطة بهما والتي يتردد عليهما أعداد كبيرة من المواطنين على مدار اليوم، وذلك أثناء التوقيت الذي ينفذ فيه تطبيق حظر التجوال لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين. حيث تم الدفع بعربات التعقيم والتطهير المتحركة وأطقم التطهير المحمولة للقيام بالأعمال الوقائية لكافة الطرق والممرات والحوائط من خلال الأطقم الفنية ذات الخبرة والتي تنفذ كافة المهام الموكلة إليها بشكل احترافي وبروح معنوية عالية، بما يعكس الوعي الكامل لأهمية المرحلة وما تتطلبه من تضافر الجهود للحد من انتشار الفيروس. وفي سياق متصل، قام الجيش الثاني الميداني بتكثيف إجراءات التطهير والتعقيم لعدد من المنشآت والمرافق الحيوية والمصالح الحكومية والمجمعات الخدمية والمتنزهات العامة، بالإضافة إلى الشوارع الرئيسية والتي تشهد تردد أعداد كبيرة من المواطنين عليها على مدار اليوم. كما تضمنت الإجراءات الوقائية في محافظة الإسماعيلية القيام بأعمال التطهير لمحطة السكة الحديد ومستشفى الحميات ومستشفى الصدر والمستشفى الجامعي، كذلك المستشفى العام ومستشفى الحميات ببورسعيد، فضلا عن تعقيم وتطهير مستشفى الصدر ومستشفى الحميات بدمياط. حيث تم تنفيذ الإجراءات الوقائية باستخدام المعدات المتطورة ذات معايير الجودة العالمية والتي تضمن العمل على أكبر مساحات ممكنة في أسرع وقت وبكفاءة عالية لتغطية كافة الأماكن المطلوب تطهيرها، بما يوفر المناخ الآمن والصحي للمواطنين. يأتي ذلك في إطار تقديم القوات المسلحة لكافة إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد، بما يكفل سلامة ووقاية أبناء الشعب المصري العظيم. في إطار مبادرة كلنا واحد التي تتم أو تنتشر فعاليتها برعاية رئيس الجمهورية، قامت وزارة الداخلية بتوزيع مساعدات عينية بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان المبارك على المواطنين في القرى والأحياء الأكثر احتياجا، وهي مساعدات تأتي في مناطق أو من منطلق الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية التي تسعى لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في هذا التوقيت. دائما ما تساهم وزارة الداخلية في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتنمية المجتمع، تزامنا مع أداء واجبها في حفظ الأمن وبسط الاستقرار في ربوع الوطن. مساهمات اجتماعية متنوعة تقوم بها الوزارة، تتجلى إحداها هنا من خلال توزيع مساعدات عينية على المواطنين في عدد من الأحياء والقرى الأشد احتياجا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وهي مساعدات تأتي تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية. كلنا واحد وكل شعب واحد. لا الصراحة احنا احساسنا ان احنا مبسوطين جدا جدا، كلنا مبسوطين، اللي هو خايف علينا، خايف علينا وخايف على الشعب. احنا كلنا فعلا واحد، يعني الكلمة مش غريبة، الكلمة دي هي اتبنت عليها مصر وهتعيش عليها مصر. وعند توزيع المساعدات حرصت الوزارة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة وصحة المواطنين، وبما يتوافق مع ما تتخذه الدولة من إجراءات لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا، حيث تم مراعاة مسافات الأمان بين المواطنين وارتداء كمامات طبية حرصا على سلامة الجميع. أوجه كل الشكر لكل من ساهم في هذه المبادرة الجميلة. مصير بلده في عيني وبيخاف عليها كده، يحميكي يا بلد.
تضم العبوات سلع أساسية أعدتها منظومة أمان للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن بما يلبي احتياجات المواطنين. سيارات محملة بتلك العبوات توجهت إلى القرى والأحياء بمناطق مختلفة على مستوى الجمهورية بهدف توزيع المساعدات العينية على المواطنين بمنازلهم لضمان استفادة أعداد كبيرة من المواطنين في تلك المناطق من هذه المبادرة والتي ترسخ لمبدأ التكافل الاجتماعي وتسعى للتخفيف عن كاهل المواطنين في تلك المرحلة التي تتطلب تكاتف الجميع لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا. كما أطلق رجال الشرطة مبادرات شخصية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين حيث قام عدد من الضباط بقطاعات وزارة الداخلية بإعداد عبوات بداخلها السلع الأساسية وتوزيعها على المواطنين في المناطق الأكثر احتياجا في لفتة إنسانية تؤكد على مدى التلاحم بين رجال الشرطة والمواطنين وتخفيف بعض من أعباء يتحملها المواطن بخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك واحتياجه إلى توفير سلع أساسية قد لا يستطيع توفيرها. من هنا تأتي أهمية تلك المبادرة، مبادرة كلنا واحد، لتؤكد على التلاحم والتكافل بين أبناء هذا الوطن. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تقريرا حول جهود المحافظات خلال الساعات 24 الماضية بشأن التعامل مع مخالفات البناء وإزالة التعديات التي يتم على أراضي الدولة أو تتم على أراضي الدولة وأملاكها والتصدي لبعض المواطنين من محاولة استغلال الظروف الراهنة أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بالحظر الليلي بمواجهة انتشار فيروس كورونا واستباقها والبناء على أراضي الدولة أو البناء بتعليمات أو بتقارير مخالفة للإجراءات المتبعة في الظروف العادية. في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن التعامل مع مخالفات البناء وإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، ما زالت جهود المحافظات مستمرة للتعامل مع هذه التعديات، حيث أشار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن التقرير الخاص بمجهود المحافظات أشار إلى أنها نجحت بالتنسيق والتعاون مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون في إزالة 241 حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة، ليصل إجمالي الإزالات إلى 1774 حالة واسترداد حوالي 177 ألف متر مربع، ليصل الإجمالي إلى 2,467 ألف متر مربع، وإزالة 24 حالة تعدي بالزراعة على أراضي وأملاك الدولة، ليصل إجمالي الإزالات إلى 261 حالة إزالة. ووجه شعراوي السادة المحافظين بضرورة تكليف قيادات الإدارة المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تعديات جديدة على أراضي الدولة التي تم استردادها والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون في هذا الشأن، ضماناً لعدم إهدار ما يتم من جهود لكافة الأجهزة المعنية ومديريات الأمن لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة. التقرير التالي يرصد ناحية أخرى من نواحي متابعة الدولة المصرية لتطبيق الإجراءات الاحترازية المرتبطة هذه المرة بالمصانع. كافة المصانع المصرية محاولة التدقيق حول تطبيقها لكل المعايير اللي أقرتها الدولة المصرية مع الحفاظ على حقوق العمال واستمرار حالة الإنتاج. هذا التقرير يرصد ما سبق وتحدثنا به ونعود من بعده لاستكمال هذه الجولة الإخبارية. في لحظة فارقة من عمر الوطن ومع زيادة المخاوف من انتشار فيروس كورونا، اتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات على كافة المستويات، مؤكدة على أهمية استمرار عجلة الإنتاج مع توفير الحماية اللازمة للعاملين. حريصين ان المنتج يكون يوصل للمستهلك بافضل جوده واحسن اداء ان شاء الله، واحنا برضو هنا بنحافظ على تطبيق كل المعايير
وفي نفس الوقت بنحافظ على صحة العامل اللي شغال. مخزون متوفر جدا تبع التعليمات. هو المفروض ان هو عندنا مخزون 3 اشهر، احنا عندنا مخزون 9 اشهر، ومعنا ان احنا نشتغل في اي وقت، مفيش حاجة توقفنا ان شاء الله. بيركزوا على حتة التعقيم والنظافة وعدم التكدس في المكان. جوانتي وحفظة الرجل والبنيه وكله والكمامة. فطبعا احنا بنشتغل طبعا بنبقى بنتكل على الله ما بنخافش، طبعا احنا محرصين نفسنا. وها هو نموذج لأحد المصانع العاملة في الدولة المصرية والتي التزمت بكافة التعليمات لتبرز المواقف الوطنية والوقوف بجانب الدولة المصرية في هذه المحنة بالأفعال وليس مجرد أقوال. احنا طبعا بالنسبة لمصنعنا كأجور وكراتب ما نقصش حد ولله الحمد، حتى العمالة خفيناها، يعني احنا عندنا 280 عامل بنشتغل بثلث العمالة، 90 عامل في اليوم 100 عامل في اليوم، بحيث ان الاماكن هنا كان الاول ترابيزة عليها مثلا 5 أو 6، حاليا خلينا على ترابيزة عليها 3 2، فبالتالي الثلث موجود والثلثين مريحين. الثلثين المريحين بثلث منهم بيجي تاني يوم، والثلث الشغال بيريح، والثلث اللي هو مريح من اليوم اللي قبله بيجي اليوم اللي بعده، بحيث ان عملكم موجوده. هذا وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا رجال الاعمال واصحاب المصانع بضروره الحفاظ على حقوق العمال وتطبيق كافه الاجراءات الاحترازيه حفاظا على سلامتهم وصحتهم. في ضوء الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، تحرص العديد من المصانع خاصة العاملة في مجال المنتجات والسلع الغذائية، تحرص على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة العاملين بها من ناحية، واستمرار عجلة الإنتاج من ناحية أخرى. أمل صبري، النية. تفقد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي عن متابعة أعمال تصميم وتنفيذ أول نموذج، هو الأول من نوعه، لبوابة تعقيم إلكترونية قام بتصميمها أعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية الهندسة. وأشار رئيس الجامعة بهذا العمل وأشاد أيضا بهذا الابتكار الذي يعد نجاح لكلية الهندسة في إطار قيامها بدور من أدوارها الأساسية في خدمة المجتمع، ويأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة وتتخذها جامعة جنوب الوادي، وتؤكد على خبرة ووعي الجامعة في الابتكار والعطاء والمساهمة في تقديم أفكار ابتكارية جديدة من خلال الخبرات العلمية والفنية المتوافرة بجامعة جنوب الوادي، وزيادة الوعي والحس الوطني لدى الطلاب بالمشاركة في خدمة الوطن في أوقات الأزمات. هذا هو نص الخبر، أما تفاصيله متعلقة بما هي هذه الاختراع. معنا الدكتور جمال تاج عميد كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي. دكتور جمال، تحياتي لك. أهلا وسهلا يا فندم، وتحياتنا لكل المشاهدين ولكل مصر في كل ربوع. أهلا بك يا فندم. إحنا سؤالي الأول، إحنا طبعا بنحييك، إحنا بنحاول في كل حلقة من حلقاتنا إن إحنا نسلط الضوء على كل من يساهم بفكرة ما إيجابية تحاول أن تشعل المواهب. الفكرة اللي احنا طرحناها أو فكرتكم اللي انتوا طرحتوها هي اختراع بوابة تعقيم إلكترونية. قبل ما نتكلم في أي تفاصيل، محتاجين نعرف يعني إيه تعقيم إلكترونية. فكرة الاختراع بصورة عامة إيه هي؟ معنى كلمة إلكتروني في البوابة هو إن البوابة تعمل إلكترونيا بمجرد عبور أو مرور أي شخص داخل البوابة من خلال البوابة، فتقوم البوابة بالعمل أوتوماتيكي بحيث إن هي تقوم بتعقيم هذا الشخص بمادة التعقيم المستخدمة. بتفرق إيه الفكرة اللي حضراتكم نفذتوها عن الأفكار اللي احنا بنطلعها من وقت للتاني على وسائل التواصل الاجتماعي، إن هي بوابة الشخص اللي داخل لمشروع أو داخل لمؤسسته بيعدي ليها وبيتم تعقيمه ثم بيمر، إيه الجديد فيها؟ هو حضرتك الجديد طبعا من بداية انتشار فيروس كورونا، والدولة أعطت اهتمام كبير للحد من وأخذت إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.
كثير من الإجراءات وبتدعم الأفكار. وطبعا معالي الأستاذ الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي بيولي هذا الأمر اهتمام كبير وبيدعم أي أفكار تقوم في هذا الاتجاه. البوابة الفكرة بتاعتها هي شبيهة بالبوابات العادية ولكن فيها اوبشن كتيره، زي ان انا وانا داخل من البوابه في معقم لليد بدون لمس اي سطح على البوابه، اقدر ان انا احط ايدي تحت البوابه يخرج هذا الجل المعقم لليد، ثم ان انا اقدر داخل البوابه المصممه في تصميم ان احنا نستخدم مقياس لدرجه الحراره بدون لمس أي شيء، الإنسان يقترب من هذا المقياس يستطيع بشاشة ديجيتال إن هو نقدر نعرف درجة حرارة هذا الإنسان، ثم يمر للمرحلة اللي بعد كده وهي مرحلة تعقيم الملابس على الشخص نفسه من خلال إن هو بمجرد العبور يعمل الجهاز ويبدأ في ضخ السائل المعقم المعتمد من وزارة الصحة. طيب دكتور جمال، الاختراع ده مازال نموذج واحد فريد، ما تمش تعميمه أو تطبيقه أو توزيعه على الجهات في منطقة جنوب الوادي؟ يعني الاختراع ده عبارة عن هل مازال حبيس الأدراك في حتى هذا التوقيت، ولا حضراتكم ناويين توزعوه وتعمموه؟ طبعا يا فندم، امبارح كان معالي رئيس الجامعة جه تابع تنفيذ هذا المشروع بأيدي طلاب من قسم الهندسة الميكانيكية وقسم الهندسة الكهربية ومشاركة أعضاء هيئة التدريس من الكلية. لو تسمح لي سريعا، بدء العمل في البوابة كان من يوم الأحد الماضي، مجرد ما الطلاب استدعيناهم ان هم يجوا عشان نعرض الأفكار ازاي ان احنا نشتغل، مجرد ما انا ارسلت مخاطبة لرئيس الجامعة استجاب فورا لهذا طلب ودعمنا بالتمويل الكافي لتنفيذ هذه البوابة، وبدأ بالفعل الطلاب بإشراف أعضاء التدريس في تنفيذ هذه البوابة. وبالأمس كان هناك تشغيل تجريبي للبوابة، والحمد لله البوابة تعمل بشكل جيد ومتميز. وعلى الفور رئيس الجامعة طلب تعميم الفكرة وطلب العدد من البوابات، استمرار الطلاب في العمل لإنتاج عدد من البوابات لتوزيعهم على المستشفيات الجامعية داخل جامعة جنوب الوادي، وبعد ذلك سوف يتم طرح الفكرة على جميع المؤسسات وجميع الهيئات لاستخدامها للحد من انتشار هذا الفيروس. يتوقع أن حضراتكم تنتجوا كم بوابة في أي وقت زمني كمان؟ هو البوابات طبعا رئيس الجامعة طلب مننا 8 بوابات عبارة عن بوابات دخول وخروج. البوابة مزدوجة، واحدة دخول واحدة خروج، الوحدة فيها 2، يعني 8 بوابات يعني بأربع وحدات. دول مع امبارح تحدثت مع مجموعة فريق العمل، وإن شاء الله دي خلال 10 أيام هيكونوا 8 بوابات جاهزين ومتسلمين للجامعة. إن شاء الله البوابة اللي هي الأولانية دي هتسلم للجامعة يوم الأحد أو الاثنين، وتعمل في أحد الأماكن داخل الجامعة إن شاء الله. طيب التمويل كله من مخصصات الجامعة ولا جبتوا التمويل منين؟ كله من مخصصات الجامعة، ده من الجامعة، وده الهدف منه زي ما الخبر قال ان انا محتاج ان انا انمي الحس الوطني لدى الطلاب ان هم يشاركوا في خدمة المجتمع بتاعهم. كون ان الطالب بنفسه يبادر بالمبادرات دياتي ويشعر بان هو عمل حاجة في وقت احتياج بلدنا لينا، بمجرد ان البلد بتنادي علينا بتلاقي ابنائها المخلصين شغالين، وبنلاقي دعم من كل قيادات، لكن التمويل بالكامل هو من داخل جامعة جنوب الوادي. دكتور جمال، بياريت تبلغ تحياتنا لطلاب كلية الهندسة في جامعة جنوب الوادي وهيئة التدريس على هذه الفكرة، أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. شكرا يا فندم. عفوا.
أعلنت وزارة الزراعة عن طرح كميات وفيرة من يميش رمضان بجودة عالية وتخفيضات كبيرة للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية الحالية المصاحبة لفيروس كورونا، وذلك خلال 30 منفذا ثابتا ومتحركا. وقال مدير التسويق بقطاع الزراعة المحمية أن التخفيضات تصل إلى 25% تقريبا. التخفيض ده بيشمل منتجات كتيرة، إجمالي التخفيض بيشمل 25% من القيمة الحقيقية للسعر اللي بيباع في الأوقات العادية. وأشار هذا البيان إلى احتمال مضاعفة كميات المعروضة من السلع الغذائية ومن البقوليات أيضا والخضروات واللحوم والدواجن بمنافذ وزارة الزراعة الثابتة والمتحركة في جمهورية مصر العربية. دي نقطة ختامنا مشاهدينا الكرام في هذه الجولة الإخبارية، كما اعتدنا دي بدايتنا دايما في هذه الإطلالة. بعد قليل هنتوقف مع وقفة حوارية أخرى، الحديث هنا عن دائما الوعي، فكرة الوعي بمواجهة فيروس كورونا، كيفية مجابهة هذا المرض، إزاي احنا نتغلب على اعتيادنا على الإجراءات الاحترازية، المخاطر في هذه المرحلة. دي أسئلة كتير هنحاول نطرحها على ضيفنا بعد قليل، أرجو أن تبقوا معنا. ده حوارنا الأول في برنامج من القاهرة، مستنيكم إن شاء الله بعد قليل.